فالذين يعيشون بيننا اليوم من اليهود والنصارى لا يجوز لهم أن يقول نحن نتبع موسى ما زلنا، لا يجوز هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ما في، خلاص انتهى الآن، ما في يهودي ما في نصراني يقبل منه، فضل عن مجوسي هندوسي بوذي اللي يكون. الآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي شاملة للعالمين، لكل أحد يجب عليه أن يدخل في هذا الدين وإلا كان كافرا. كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم الآن فهو كافر، ولا عذر له إن قال أنا أتبع موسى أو عيسى أو نوح أو هود أو إبراهيم أو صالح أو غير ذلك، كل هذا لا يقبل منهم.